مشاهدينا، وللحديث باستفاضة عن نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط وسط تراجع الدور الأمريكي ورفض مجلس التعاون الخليجي لاستمرار احتلال طهران للجزر الإماراتية، معنا من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. إيران تؤكد أن الجزر الإماراتية الثلاث هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية وترفض التخلي عنها، كيف يصنف مجلس التعاون الخليجي هذا الرد الإيراني؟ أرحب بك وأرحب بالمشاهدين. حقيقة يعني نحن لاحظنا أن الولايات المتحدة كانت يعني منذ مجيء بايدن كانت تبع عقيدة أوباما في الإصرار على التوصل إلى يعني اتفاق نووي كما في 2015 الذي انسحب منه طهران في 2018، ووضع عقوبات شديدة جدا على إيران، وانسحب طبعا وسحب بايدن الحوثيين من قائمة الإرهاب، أيضا سحب الباتري. أنا أعتقد هذه العقيدة جعلت دول الخليج على بقيادة المملكة العربية السعودية أن تعيد حساباتها الاستراتيجية والجو استراتيجية. فاتجهت إلى طبعا هي أغلب نفطها يصدر 41% يصدر إلى الشرق، فاتجهت إلى بكين، وكانت هي ترعى مفاوضات مع إيران في بغداد وفي سلطنة عمان، ولكن كانت تحتاج إلى ضامن لهذا الاتفاق. كانت تسعى إيران بكل قوتها للتوصل إلى يعني اتفاق مع المملكة العربية السعودية، وطبعا وجدت المملكة العربية السعودية بكين ضامن. أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية هناك اتفاق طبعا معلن وأيضا اتفاق غير معلن. بالنسبة للجزر الإماراتية، الحقيقة الجزر الإماراتية حينما دولة الإمارات استقلت في عام 1971 رأسا يعني بعد ما انسحبت بريطانيا دخلت إيران واستولت على الجزر الإماراتية الثلاث. أنا أعتقد الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ودول الخليج أنها تقوم بجهود دبلوماسية جبارة. اولا انزعجت ليس فقط دول مجلس التعاون الخليجي كصوت واحد، وانما لاحظنا في يوليو البيان الخليجي الروسي الذي اتى ايضا بعد البيان الخليجي الصيني حينما كانت دولة الصين في. طيب هنا ناتي عند هذه النقطة دكتور، يعني امام رفض طهران التخلي عن الجزر الثلاث، وكما ذكرت يعني خمس عقود إيران تسيطر على هذه الجزر، ماذا تبقى من تعهدات إيران بتغيير سلوكها كما نص الاتفاق السعودي الإيراني الذي كان برعاية الصينية كما ذكرت؟ حقيقة يعني تغيير سلوكها للدول الخليج، أول شيء المملكة العربية السعودية لديها أولويات في اليمن، سوريا، نعم حقيقة بقية يعني دول الخليج والمملكة العربية السعودية لا تمتلك عصا سحرية، ولكن هذا الاتفاق هو مرحلي، يعني لا تتخلى إيران عن مكاسبها دفعة واحدة، وإنما سيتم التخلي عن هذه المكتسبات بشكل تدريجي. أنا أعتقد توقفت إيران تماما عن تهريب السلاح إلى الحوثيين، هذه نقطة جدا جدا مهمة. ايضا الان هي تساهم ايضا في سوريا مع تركيا مع دول الخليج، وان كان يعني لديها مكتسبات، لديها 35 ميليشيا موجوده في سوريا. نعم. لديها تموضعات في يعني هي استثمرت التواجد الروسي، وكانت في ظل التواجد الروسي تمكنت من التمدد من التوسع من شراء أراضي من تغيير ديموغرافي، مكنت حزب الله في سوريا، يعني كانت هناك يعني
إذا دكتور، تقول حضرتك أن إيران من الصعب أن تتخلى عن مكاسبها في الجزر الثلاث وتتنازل عنها، ولكن ماذا بعد رفض إيران أيضا تأكيد السعودية والكويت بعدم أحقيتها بحقل الدرة أيضا ليس فقط الجزر الثلاث؟ كيف يمكن أن تتعامل السعودية في هذه النقطة؟ بالحقل الدرة، بالنسبة لحقل الدرة محسوم الأمر فيه، إنه هو في تحت الحماية السعودية الكويتية، يعني لا تستطيع إيران الدخول إلى حقل الدرة لأنه هو تحت حماية عسكرية. لكن بالنسبة للجزر الإماراتية، الدول الخليج تقوم بجهود دبلوماسية جبارة، يعني في النهاية يصل إلى التحكيم الدولي. هناك يعني الحقيقة لا يمكن أن تقاتل إيران من أجل استبداد هذه الجزر، وهذا غير ممكن. بالنسبة لي طبعا يعني مكاسب إيران لابد أن بحسب الاتفاق برعاية بكين، وأنا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية حينما رعت هذا الاتفاق برعاية بكين، هناك ضغط روسي صيني، أعتقد أن الولايات المتحدة بدأت الآن هي متأرجحة، هي تود أن تمنع إيران من تصدير المسيرات إلى روسيا، في نفس الوقت هي تود أن تسمح لإيران بتصدير النفط من أجل خفض أسعار النفط التي تسبب في المملكة العربية السعودية رفع الإنتاج من أجل خفض الأسعار. الآن هناك اتفاق سعودي روسي على خفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار، وارتفعت الآن الأسعار إلى 90 دولار، هذا لا يرضي الولايات المتحدة، ولذلك الاتفاق لا يوجد هناك اتفاق، وإنما هناك اتفاق غير مكتوب لإبقاء برنامج النووي الإيراني حتى 60% فقط. طيب. أنا أعتقد يعني الحقيقة وهنا مع كل المواقف المزعزعة للاستقرار، المواقف الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، يتزامن ذلك مع إعلان إيران أنها تواصل أنشطتها النووية، كيف تنظر دول الخليج ودول المنطقة مثل هذا الإعلان؟ حقيقة يعني الاتفاق الأخير هو ليس اتفاق، وإنما يعني لتخفيض التوترات الأمريكية الإيرانية. يعني حينما أفرجت إيران عن الدبلوماسية، أفرجت الولايات المتحدة عن 6 مليارات دولار، أنا بظني أن هناك اتفاقات من أجل التهدئة، من أجل سنة انتخابية، لكن هذا الاتفاق لا يصل إلى اتفاق نووي، وإنما هو اتفاق كما ذكرت هو من أجل أن تضخ إيران النفط، حاليا تصدر 3 مليون برميل يوميا، يمكن أن يرتفع هذا، طبعا يحتاج إلى وقت، لأن إيران حتى الآن هي لم تكن ضمن الدول التي تشترك في خفض الإنتاج مستقبلا، لأن هي ضمن دول الأوبك الأساسية. فأنا أعتقد يعني هناك يعني حقيقة يعني الولايات المتحدة تود من إيران أن تتوقف عن بيع المسيرات، بل حتى هناك لجنة العقوبات حينما ذهبت إلى الإمارات وطالبت منها إيقاف تصدير التقنيات المتقدمة إلى روسيا بحوالي 150 مليون دولار فقط، يعني أنا أعتقد يعني وأيضا لديها خشية الولايات المتحدة من إقامة قاعدة عسكرية للصين في ميناء خليفة. فإذا دول الخليج أيضا هي تلاعب الولايات المتحدة وفي نفس الوقت تضغط على إيران عبر الصين وروسيا. طيب. أنا أعتقد يعني دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية تملك كروت قوية جدا ضد الجانبين، وبدأت يعني ترسم معالم جديدة للمنطقة، ترسم معادلات جديدة للمنطقة. فأنا أعتقد الآن أيضا للولايات المتحدة مصلحة في، ولكن في هذا الإطار دكتور كم تتحمل إدارة بايدن المسؤولية تجاه ما وصلت إليه الأمور في المنطقة؟ يعني سياسة إيران تغيرت، ألا ترى أن إدارة بايدن هي المسؤولة الأساسية بهذا الموضوع؟ حقيقة إدارة بايدن غير مهتمة كثيرا بإيران بقدر ما هي مهتمة بالتمجد الصيني.
يعني حضور القوات الأمريكية إلى المنطقة هي أولا لا تخشى أن تصبح إيران ذراع للصين وروسيا في المنطقة، هذا جانب. الجانب الآخر هي تخشى من وجود قواعد عسكرية للصين في المنطقة، ولذلك هي تود الآن أن تبذل قصار جهدها في إعادة في إقامة علاقات سعودية إسرائيلية. نعم. والمملكة تشترط وجود إقامة دولة فلسطينية من أجل طريق سكك حديدية من حيفا إلى الإمارات إلى الهند لمواجهة الحزام والطريق الذي تقوم به الصين من أجل أن يصل إلى أفريقيا. الآن أفريقيا ستكون يعني هي ليست البريكس الصين مهتمة فيها في أنغولا وفي النيجر وتقيم. نعم دكتور، يعني لا يسعنا الوقت للاتساع بهذه الموضوعات. من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، نشكركم على هذه المداخلة.